الخبر اول اللي عدنا عن احمد ابو الرب وصبا واخيرا يا حبايب خطوبتهم. فاحمد ابو الرب امبارح نزل مقطع على قناته بهذا المقطع كان يعلم من خلاله عن انه هو وصبا راح يخطبون. طبعا ان شاء الله الف مبروك عليهم ولدهم والبعض يا رب. واحمد ابو الرب نزل فيه ستوريات اليوم يا حبايب هذه الستوريات شبيه المشاهير كلش اللي دايما باركولا بهذه الخطوبه مثل غيث مروان ورزه وغيرهم، بالاضافه لانس وصالهم اللي باركولا على خطوبته. اكو راح تكون كل هذه الستوريات شوفوها. مبروك صبا واحمد على الخطبه اخيرا، لانه انا بعرف يعني من فتره لاني كنت بالبروبوزل يعني تبع احمد وشاركت كنت جزء منه، طبعا كثير مبسوطه بهذا الاشي. اخذت صبا وقتها حكيت لها انه بدنا نصور فيديو يوتيوب اللي حضر الفيديو. انا كثير مبسوط انه حدا من صحابي، اثنين صحابي خطبوا، اثنين رفقاتي كثير بحبهم خطبوا، صبا واحمد ابو الرب بديتكم. اي لاف يو بوث. زري يما شو صار؟ ابو الرب عملها وخطب. والله الف الف مبروك، الف الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. مبروك مبروك احمد وصبا مبروك. في خبر كتير حلو انه ابو الرب وصبا خطبوا، الف الف مبروك يا رب، كتير مبسوطة عشانكم. ان شاء الله عقبال ما تصيروا عرسان وتفتحوا فاميلي شانل ونفرح فيكم اكتر واكتر، بحبكم كتير والف الف الف مبروك. رب وصبا الف مبروك من رفاها والبنين، بصراحة كتير بسطين لكم كتير لبقين على بعض، ان شاء الله نشوفكم كيف باركم هيك حالات. نشوفكم بالرفاها والبنين، تجيبوا لنا صبيان وسبات ونبات ان شاء الله. يعني سلام. فيديو خطوبة ابو ريام مع صبا، عن جد ان شاء الله الف مبروك. الفيديو كتير حلو، وكتير حلو لما اثنين بيشتغلوا بنفس المجال وبيجوا لحتى يتجوزوا، عن جد كتير حلو. الله يتمم لكم على خير يا رب. بصوا لحبا بكتبوا بالكومنتات هل انتوا فرحتوا بهذا الخبر مع الخطوبة او زعلتوا؟ بالاضافه انتشرت شويه ستوريات يا حبايب جابيها نوعا ما تسريب الحفله مال احمد ابو الرب او شويه لقطات هو استقصد انه يسربها للحفله مالته، ان شاء الله حتكون مال الخطوبة راح اعطيكم اياها شوفوها. إلا ليخطب أحمد بالسلامة. حاليا ليارا يا حبايب والفضيحة اللي انتشرت عنها انه هي قاعدة تحضن باريس دادا، مثل ما شايفين يا حبايب هذه اللقطة اللي كان باريس دادا يودع تركيا بعد ما راح يرجع لها مرة ثانية، فلهذا هو حفلة الوداع نوعا ما هو اضطر انه يحضنها. نوعا ما لاحظنا انه ليارا نوعا ما كانت خجلانة، فهذا الشيء اللي خلاها تتعرض لهواي من التهجم انه هي محجبة وشلون تحضن شخص او ولد. بالنسبة لي اشوف الموضوع عادي، مو كل شيء يستحق التهجم، معكم اكتبوا بالكومنتات هل استحق التهجم وتعرضت له او لا. وننتقل حاليا القمرطاي يا حبايب اللي نشرت شويه ستوريات من داخل بغداد يا حبايب ومن داخل حفله محمد رمضان المغني المصري يا حبايب، شاركوا حفله الى بغداد فهي كانت بهذه الحفله، نزل شويه ستوريات راح احط لكم اياها اللي حابب يشوفها كامل. جمهوري الظهري مسطرة، أنا بفرد السيطرة، أنا في البلد معترة، أنا حملة بالوصول بدين الأمور، جمهوري الظهري مسطرة. Let's go. بحب
ناقب سكتوا أبدا ما فيكوا بصبع واحد ثبتوا يلا بينا دور بطلع الدور ما صرش دولة هتفكر من نفسه وقلت البيت أكولة برضو نضيع محظور ان هي نشرت شويه ستوريات بتقول بها ان الحفله ما كانت مو كل شيء منظمه، وبنفس الوقت تقول ان هي صارت تبكي بسبب التجمع اللي صار عليها. طبعا بعض الاشخاص شافوا هذا الموضوع انتقاد للعراق، ولكن اشوف الموضوع عادي ما له علاقه بالعراق، مجرد هو قصد على تنظيم الحفله. راح اعطيكم الستوريات تشوفوها. نهايه اليوم حابه اقول انتم يوم كلش حلو استمتعت بيه، بس راح اعلق على شغله. التنظيم كان كلش مو زين، يعني اني احكي الصراحه التنظيم مال الحفله كان زفت، سوري على الكلمه بس صدق زفت. احنا ماخذين بطايق في في اي بي، ظلينا واقفين ما عندنا كراسي، والعالم هيجي هيجي المفروض نقعد فوق او عندنا طاوله، كلش مو زين. الناس ما اذا طلعنا مثلا طلعنا لي برا شويه نريد نرجع ما يرجعون يطببونا. باختصار كان التنظيم كلش سيء، بس الحفله حلوه. محمد رمضان طبعا نور العلاقه، كانت حفلته كلش حلوه. وحاب اقول شغله، اكو ناس تقول انت جيتي على العراق عمود الحفلة، اوكي حفلة حلوة بس مو درجة اجي على مودها. انا جيت للعراق لان عندي شغل واخلصه وارجع، تمام، شغل ما لا علاقة بالسوشيال ميديا وبس. صراحة اروح انام، طبعا هذا كان اللوك مالت اليوم شفتوه انتو، هذا الميك اب والشعر. شو رايكم؟ احبكم طبعا. اليوم ما تصدقون ايش قد شفت كمية مو طبيعية منكم، بحيث الشلة راحوا وجماعتي راحوا، انا تحاصرت كمية العالم، اخذت فيها صور بنات وشباب واطفال وكبار، حرفيا تحاصرت ما عرفت اطلع. بعد قد ما اختنقت طلعت قمت ابكي، عالم شافوني لانه كلش اختنقت بوقتها. فطبعا كلش انبسطت بشوفتكم كلكم، بس كان كلش ضغط علي كلش قوي، يعني ما صار عندي مجال. تخيل هم راحوا وانا بقيت واقفة وكل شيء حواليا، ما قدرت اتحرك. فيب هسه بتأكد كل التاقات عندي حتكون صوري ويا المتابعين، فراح تشوفتكم. روح حاليا تشدني يا حبايب وتهجمها على احمد ابو الروب. قبل ما اشرح لكم التهجم، لازم اقول لكم شنو قصه احمد ابو الروب ويا شادو. اللي يتذكر هذا المقطع اللي نزلته يا حبايب من حوالي 7 أشهر كان بيلخص القصه بالكامل، روح شوفوا عم تفهموا القصه بالكامل. يوم احمد ابو الروب كان قرر انه ينزل المقطع على شادو انه يتهمها انه هي تريد تستغل ابنها عم تجيب مشاهدات. هذا الشيء اللي خلاها انه هي تعصب وتطلع بشويه ستوريات وتهجم احمد ابو الروب، وصار تقول له انه انت شخص تافه وما عندك محتوى وتهاجمه. وبعدها يا حبايب مسحت الستوريات ونزلت هذا الستوري بهذاك الوقت طبعا من حوالي 7 أشهر، وتقول انه القصه انحلت وهم ما تصالحوا. ولكن بعد ما برحى يا حبايب صبا ويا احمد ابو الروب اعلنوا الخطوبه مالتهم. هي نزلت هذا الستوري، كانت كاتبه اول شيء حط المحادثه بينه وبين احمد ابو الروب، وكاتبه في يوم من الايام هذا الشخص عمل لي مشكله كبيره، الف مبروك اول شيء بس سامحني بس شفت الخبر اتذكرت هذا الكلام اللي كتبت لك اياه، والكلام اللي هو كان شكرا احمد على المشكله اللي عملت لي اياها مع طليقي، ان شاء الله ضميرك هلا بيكون مرتاح. من بعد قصه طويله خلصت منها رجعت فتحت لي اياها عشان تلحق الترند، بتدمر حياه ناس تانيين، مش فاهمه كيف ترضاها على حالك، بتشحط وحده من حياه الله مشحطه.
اعتبرها اختك، ينعلب المشاهدات والمصاري اللي بتخليك تعمل على هذا الاساس هذا محتواك. ما بدي ادعي عليك، بس رح يجي يوم ويكون عندك عائلة وزوجة، خطيتي برقبتك رح تظل. من الواضح انه هي تقصد انه بهذيك الفترة يا حبايب احمد ابو الروب سبب لها مشكلة ويا طليقها، نوعا ما مشكلة كبيرة. بعد نزلت هذا الستوري يا حبايب كتبت ايش مرقب حياتي بتظل غصب قلبي في هذه نشرتها. اكو اكتب لنا بالكومنتات هل تشوفون شان الغلط على احمد ابو الروب ام على الشادو. بس يا حبايب وصلت المقطع، اتمنى المقطع عجبكم، لا تنسوا تفجروا هذا المقطع باللايكات وبس، شاركوا في هذه القصص، احبكم ومع السلامة.